بسم الله الرحمن الرحيم. فهذه قناتكم قناة خبرنا اليوم، والخبر اليوم خبر رياضي يهم كل من يهتم بأخبار محمد صلاح هذا النجم المصري العالمي. ففي الفترة الأخيرة، ونرجو منكم التفضل بالاشتراك في قناتنا والإعجاب وتفعيل الجرس حتى يصلكم كل جديد. الفترة الأخيرة شهد محمد صلاح كثير من الانتقادات التي طالته وشككت في قدراته في الفترة الأخيرة، والكثير ردد أن نادي ليفربول لا يهتم كثيرا بالقرار مع التعاقد مع محمد صلاح بعد هذه التراجع أو بعد هذا التراجع الذي شهده مستوى محمد صلاح. إلا أن في هذه الأيام، وأصبح الترند في هذه الأيام، هذا العرض الذي عرضه فريق سان جيرمان الفرنسي، والتواصل بين محمد صلاح وبين مدير أعماله وبين مالك فريق سان جيرمان ناصر الخليفي، الذي عرض عرضا كبيرا لانتقال محمد صلاح إلى فريق باريس سان جيرمان، ألا وهو كما يقال أنه براتب سنوي يقدر بحوالي 33 مليون يورو، والعقد مدته 3 سنوات، أي أن في 3 سنوات سوف يكون مبلغ العقد بالكامل ما يقرب من 100 مليون يورو. على أن يكون الانتقال إلى باريس سان جيرمان في فترة الانتقالات القادمة. هل هذا الخبر خبر أكيد؟ هذا ما سنراه في الفترة القادمة، هذا الخبر الذي ترك أثره في مدير فني نادي ليفربول كلوب، الذي صدمه هذا الخبر صدمة كبيرة، حيث أنه لا يتمنى رحيل محمد صلاح الذي قدم في فترة وجوده في نادي ليفربول، قدم مردودا كبيرا على مر هذه السنوات الفائتة، وكذلك ضرب محمد صلاح أرقاما قياسية كبيرة خلال لعبه لنادي ليفربول. هل سيتحقق ذلك؟ هذا ما نراه، وإن كنا نتمنى لمحمد صلاح أن يكون في أحسن مكان وأن يقدم مردودا طيبا في أي ناد يتواجد فيه إن شاء الله. تمنياتنا لمحمد صلاح ولكل مستمعينا بالتوفيق، ونرجو منكم التفضل بالاشتراك في قناتنا وتفعيل جرس واللايك حتى يصلكم كل جديد إن شاء الله.